كبير هو مصب متاع فضلات، دخل حيز الاستغلال سنة 99، فيه خمسة خانات. الخانة هي حوض كبير يقع فيه ردم النفايات، طبقة نفايات وطبقة أتربة. وصلنا تويكا سنة 2015 بصدد استغلال الخانة الخامسة وبصدد إنجاز خانة سادسة، معناها حوض سادس لردم النفايات هذه.
الله يرحمه كمال، احنا وقتها في قبل ما نجي انا خاطر العمليه هذه لللونجاد، هو وقتها اللي في بالي بيه صحيح معناها حاله صعيبه، ولونجاد وقتها كلفت جمعيه من الجمعيات باش تخاطر في التراتيب الاداريه ما تنجمش معناها تتكفل بالحكايه كي هكايا. تو ناخذ الملف نتاعو ونشوفوا كيفاش نجموا نعاونوا العائله هذه معناها من الحاله الاجتماعيه، على خاطر حاجه هذه احنا ما نقبلوهاش وما نرضوش بها. وكانت فما خلل كبير اللي هو مثلا تجي كانت شركه تخدم في المصب وقت اللي نقوموا بصفقه وتجي شركه اخرى، كل العوان هذوك يمشيوا يطردوا ويشدوا ديارهم ويدخلوا عوان اخرين تاع الشركه، هذه حاجه نحيناها بعد ثوره نحات، ولينا نفرضوا على الشركات اللي تدخل معناها كانت شركه الفلانيه عملنا مناقصه ولات شركه اخرى، مفروض عليها باش تاخذ الاعوان اللي موجودين في المصب بالتغطيه الاجتماعيه نتاعها. هذه تو الطريقه نتاعنا الجديده اللي ولينا نتعاملوا فيها بعد الثوره. هذا اشكال صار عالجناه، وانا نتعهد شخصيا باش نقفلوا من الناحيه للوالده نتاعو الله يرحمه هو ينعمه، اما العائله نتاعو والوالده نتاعو احنا نقفلوا. لي ديشي كل النفايات هي يقع ردمها في خانات، دونك ثم دي كازي اللي تعملوا وين سو سون دي كازي جيون حطوا فيهم لي ديشي اي ابري سا معناها شنو نعملوا؟ نعملوا عمليه تردم، يعني سي اون استراتيجي كي بريميتيف، هي طريقه بدائيه لمعالجه النفايات. مش صحيح الليكسيفيا معناها تخرج وجماعه الخدامه اللي يخدموا غديك يقولوا تخرج، ولا يستحيل باش تكون الليكسيفيا تخرج من المصب. تلقى اكوز احنا في تونس عندنا ان بروبليم دو جيستيون دو ليكسيفيا نتاع ميرش هذه، اللي احنا عندنا برشا دي شي اورغانيك، دونك لي كونتيتي دو ليكسيفيا جينيري كبار برشا، دونك هذوما في تونس ما قدروش يسيطروا عليهم. ملي بدات هذه الاستراتيجي دو جيستيون دي ديشي هذه ولا دي شارج سواء في بور شاكير ولا غيره، دونك إليا أن بروبليم اللي هما هل ليكسيفيا هذوما إلى فيتر لا ناب سوتيغين ويكونتامين لا ناب، وهذا أي تي بروفي باغ لي زانيز اللي عملناهم. في الأمطار الأخيرة صارت لنا حادثة، صحيح صارت حادثة اللي هو خاطر أنت بور شاكير الكل راهو يلفوا لو فيزيتي، معناها مدينة كبيرة ماهوش شي واحد. فيها طرقات وفيها مجاري مياه نتاع تصريف مياه الامطار وكل شيء، هو جبل انت بالك تقول لي راهو جبل، دونك وقت اللي تصب الامطار في جبل شنو معناه؟ معناه باش تتبع الطرقات وعندنا ان سيستيم دو دريناج ويخرج كله في الكوان وين المقبره نتاع بورشاكير غاديك ويمشي للواد حتى يمشي للمرنقيه ويشد المسار نتاعو حتى يخلط للبحر. في الامطار الاخيره صارت لنا عندنا اون ديك نحميه اللي من من, من الاحواض اللي نحيناهم، حواض اللي تنحاو من ثمانيه اللي تنحاو، عندنا بقايا نتاع ليكسيفيا في فيه. وقت اللي صبت الامطار تخلطت معك البقايا نتاع ليكسيفيا هذيك وطلعت الفوق، وعندنا اون ديك حامينا كالباسان هذاك، الديك وقت اللي تقويت الامطار فهمت وصلت راهو 75 ملم في نهار واحد، كسرت الديك هذيك وخرجت مع مياه الامطار. صحيح لفت انتباه المجتمع المدني، تنقلت انا على عين المكان غاديك في بورشاكير وسكرنا فيسع الديك هذه اللي كيالا شيء وحمينا، في ظرف 25 دقيقة ولا خارج كان مياه الأمطار وكل مياه اللي تلوثت هذيك الكل حصرناها وما عادش خارجة. الستاسيون دو تخيتمون دو ليكسيفيا ثم في وسط برج الشاكير وحتى في دي ديشارج أخرين نابلس شفناه. بون هنا ثم نقطة استفهام بوان دانتيروغاسيون، اسكو هل لي ستاسيون هذوما اسكو يخدموا ولا لا؟ وكانهم يخدموا بأي طاقة ومن بعد بأي طاقة، شنية النوعية نتاع المياه المعالجة اللي قاعدة تخرج هذية؟ يعني الديشارج برج الشاكير ولا غيرها صندوق أسود في بوات نوار.
بون ثم حي كي موان دو 20 متر من الديشارج اللي هو حي العطار اللي هو فيه تقريبا 1500 سكن وثم مدرسه ابتدائيه ثم زاد برج الشكير وبير الجزاره اللي هي من الشيله الاخرى دوتر كوتي اللي هي بعيده اقل من تقريبا 500 متر ثم زاد احياء اخرى كيما بيرين اللي هي دونك انت في غيون تاع 1.2 كيلومتر فما إليا بوكو دو داغلوميراسيون. انت تو تقول انت الحي معناها فيه ديزازماتيك، فهمت؟ فيه موجود، ما في الوحده نتاعنا موجود. لا ماجوريتي ديزازماتيك. باهي وفما عندنا وحود يخدموا في المصب وفي الزبل وبرباشه وما همش ازماتيك، معناها شفت المقاربه كيفاش؟ موجود الشيء. اما احنا نعتنيو بهم، هذا ياخذها مسلمه ونعطيه كل الوثائق. جابوا معناها زعما قالوا دي ميدسان اللي هما كي اون كونكلون فما حتى امباكت، قال لك معناها حد يعيش بحذا جبل برج الشكير سي كيما واحد يعيش في دار على خليج الحمامات.
تعرف بربشة قديش في برج شكير؟ 500 راه 500 واحد منهم بربشة قعدت نحكي معاه رجل كبير قلت له منه قداش؟ قال لي ودي ملي كانت في اليهودية. قال لي هذيك خدمت ملي كانت في اليهودية وأنا نفر جات لهنا تبعتها وجيت ويخدم غديك ويركز التاي ويحرق ويعمل كل شيء. دونك الحي زاد داخل والأطفال داخلين عملنا برنامج طبي مراقبة طبية اليوم وسنة زاد كيف كيف يجيو يدخلوا ويدخلوا معناها رغم أن في الناس كل رغم أن في حتى مركز الشرطة أنا مركز الشرطة غديك فهمت دونك يدخلوا وإحنا اللي رافضينه وما نخليهمش كي يدخلوا الأطفال الأطفال إحنا بالنسبة لنا حاجة ممنوع منعا باتا بالنسبة للواحد تو في السلعة هي صحيت هي حاجة مش مهاجمة بالنسبة لنا ما نقبلوهاش وبالجلسة قاعدين يدخلوا من شيرة الغابة من غاديك قاعدين يدخلوا ويبربشوا ويعملوا كل شيء هذا حاجة مش مقبولة هما كل 500 هذومك راهو تجي في الأخر باش تلقى ثلاثة رؤوس كبيرة تنجم تقول أنت اللي خدموا فيهم واحد ويلموا لهم ومن بعد هما خاطر الرسكلة نتاع البلاستيك ونتاع النفايات فيها زاد اتصال بالخارج خاطر من بعد باش يقع بالإكسبورتاسيون نتاعه فهمت دونك هذوما الروس هما الكبار هما يتعاملوا معاهم هما البربشة شوف معناها علاش فهمتش شوف في أن في أي ظروف يخدموا شوف قدش من واحد راهو البربشة راهو كوارث صارت مع البربشة اللي تضرب بزريقة كونتاميني اللي تقصت ساقه اللي مات ثم برشا ماتوا معناها يوخر عليه انتراكس ولا تراكس ولا ذيك الكونتاكتور يقتلوا ثم اللي سوابعو تقصت شفناهم ثم بربشة راهو ثم وصغار عمرهم 8 سنين وثم عزيز عمرهم 80 سنة البربشة تويكة يعني حتى حد ما يعرف شكون كيفاش قاعد يخدم بأي طريقة هل أنه راهم عصابة حتى حد ما يعرف لا جبنا يستحيل على خاطر مستقبل برج شكير في النهاية متاعه منجم يكون كان منتزه للمنطقة تونس الغربية بحول الله